أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على من بعث الله رحمة العالمين. هذا السؤال من يعني افطر متعمدا في رمضان فهذا لزمه الكفارة والقضاء. الكفارة ما هي؟ أنه يكفر عن هذيك يعني الإفطار اللي هو افطر يعني متعمدا، والقضاء يعني أنه يعني يقضي هذيك الأيام اللي هي يعني فاتوا شحال، شهرين متتابعين أو إفطار 60 مسكينا، كما جاء في الحديث الذي جاء في البخاري أن رجلا أفطر عمدا، نظر إلى كعب امرأته يعني المرأة ديالو كان ديزا شافها فوقع عليه، هذا افطار عمدا لا بالاكل ولا بنزول يعني المني عن طريق الشهوه او. فقال لي الرسول عليه الصلاه والسلام صوم شهرين متتابعين او كفر عن هذا يعني الافطار اللي افطرتي يعني بالاطعام ديال 60 مسكينا، يعني هذا هو الحكم الذي في هذه يعني المساله.